الابلكيشن بتاعت السيرجيكال هيب ديسلوكيشن في البيدياتريكس. طيب احنا عندنا تو مين انديكيشنز عندنا في البيدياتريك اورثوبيدكس للسيرجيكال هيب ديسلوكيشن. اول حاجه الفيمورال هيد امبيرجمنت حالات البيرسس ديزيز، ثاني حاجه حالات الانتر ارتيكولار اوستيوتوميز بارت اوف فولوينج البيرسس، وحالات الستيب ديكابيتال ابيفيسس السيفير كيسز اللي هي فيها كومبليت ديسلوكيشن للهيد. كلمتين سريعه، احنا عندنا الانتر ارتيكولار اوستيوتوميز بتاعت الهيد، في عندنا سب كابيتال اوستيوتومي، في اكسيجنال، في انتر كابيتال، هنشرح الكلام ده بالتفصيل بعد كده. هنتكلم اول حاجه على السب كابيتال. عندنا طبعا الطرق التقليديه في حالات الستيب كابيتال ريفرنسز بنعمل بيننج انسايت، بس في حالات مودريت سوفير كيسز اللي بيحصل فيها كومبليت ديسلوكيشن او بتبقى الانجل فوق ال 40 او 50 درجه، الحالات دي لازم نعمل فيها اناتوميك ريدكشن للهيد اوف ذا فيمر. طبعا ده عشان نمنع الفيوتشر ارثرايتس بتاعت الهيد. السب كابيتال ريدكشن دي عن طريق حاجه اسمها موديفايد دام بروسيدور. في طريقه ثانيه الدرور بيلي بيعملها ان هو بيشيل بيعمل انتير ويدج ريسكشن وبيعمل كلوزنج ويدج، ودي انذر تكنيك للسب كابيتال ريدكشن. هنتكلم بقى اول حاجه على الاسكيب سب كابيتال فيمورال بيرس مودريت تو سيفير كيسز ميلد تو بريماتور ارثرايتس ريزلتنج ان فيمورال سكابولار امبنجمنت، سو ريدكشن از اوفن مانداتوري. الموديفايد بام بروسيدور دي عباره عن كومباينيشن للسيرجيكال السيف سيرجيكال هيب ديسلوكيشن مع الاكستندد ريتيناكولار سوفت تيشو فلاب. دي كان طبعا الدكتور محمود والدكتور عمرو اتكلموا على طريقه السيرجيكال هيب ديسلوكيشن، بس احنا عشان بعد ما عملنا السيرجيكال هيب ديسلوكيشن عشان تخش تعمل ريدكشن للهيد بتاعت الفيمر دي في انذر تشالنج، لان دلوقتي برضو ممكن تعمل ديستربنس للبلاد سبلاي، فبنعمل حاجه اسمها اكستندد ريتيناكولار سوفت تيشو فلاب. هنتكلم على التكنيك بتاعها. البيشنت بيبقى ان لاترال بوزيشن، بنعمل عندنا تو اوبشنز، يا اما البوستيرور ابروتش يا اما الموديفايد جيبسون ابروتش اللي هو اللاترال ابروتش. ده جزء اناتومي مش هنتكلم عنه. دلوقتي عملنا سيرجيكال هيب ديسلوكيشن، رفعنا التروكانتيريك فلاب، هيظهر عندنا المنظر ده. الشكل في الاطفال غير الادلتس. في الاطفال بيبقى عندنا حاجه زي ما احنا شايفين هنا، ده الفايزيال لاين. لما تيجي تعمل اوستيوتومي في التروكانتر بيظهر لك الفازيال لاين بالشكل ده كده، انتيريور ورا هنا بوستيريور. عشان تظهر النيك اوف ذا فيمر لازم ترفع الفازيال لاين ده بالجزء بتاع التروكانتر ده بوستيريورلي عشان تظهر لك الجزء بتاع النيك اللي موجود. فاحنا بنعمل حاجه اسمها ترانس تروكانتريك سيرجيكال هيب ديسلوكيشن performed with the full thickness of the trochanter not exceeding 1.5 cm. بنبتدي نفتح الكبسول زي ما اتشرح بالظبط، عندنا تو لمبس ان زي او ريفرس زي. بدايه ال superior rim بيبقى على الابر بوردر بتاعه، بيبقى على الاستابيلر ريم، وبينتهي عندنا عند البايريفورمس ماسل، ده الليمت بتاعه. بالنسبه للفيرتيكال انسيجن ده بنعمله في الموست سوبيريور بارت مني عند الانتر تروكانتريك ريتش، وبعد كده بناخد الانفيريور ليمب بتاعه. خلاص فتحنا. اول حاجه قبل ما نشتغل على السليب كابيتال ريفس لازم اتشيك الهيد برفيوجن. بعمل دريلنج بدريل 2 ملم دريل اشوف في بليدنج ولا لا. مفيش بليدنج بقفل وراجع كل حاجه تاني. ده معناها ان كونترا انديكيتد ان انا اي اعمل اي شغل في الهيب لو هي خلاص ما بقتش فايرل، لان مهما عملت خلاص هي داخله في اي بي ام، فمش هزود مش هدخل نفسي في مور ريسك. تاني حاجه بعمل ديسلوكيشن في ادكشن اكسترنال روتيشن زي ما قلنا، وبنعمل بيلنج للفيمورال بيرفيس عشان نشوف البيرفيوجن. وقبل ما بخلع بعمل تمبوراري كي واير فيكسيشن للهيد، لان ممكن وانا بخلع لو انا عندي بارشال سليفج ممكن ازود السليفج وانا بخلع عليه، فبعمل بس تمبوراري كي واير من اللاترال كورتكس للهيد اوف ذا فيمور. To facilitate the head dislocation لازم اعمل transection around ligament. الخطوه اللي بعد كده اللي قلنا عليها ان انا دلوقتي عندي ال posterior part بتاع greater trochanter بيبقى مغطي على ال posterior femoral leg، فلازم اعمل لازم اوستيتومايز ال posterior part من عند الفايزيال لاين، وبعمل بيلينج الكل الجزء بتاع الجريتر تروكانتر ده مع الريتوتور ماسلز كلها posterior. يبقى انا كده رفعت anterior flap قدام وبوستيرو فلاب ورا، دي اللي بنسميها اكستندد فلاب، اكستندد ماسل فلاب.
بعد كده ببتدي اعمل تريمنج اون البوستير سوبيريور بارت لغايه ما بساوي، لازم اساوي الجريتر ترو كانتر مع النيك اوف ذا فيمر. ده المنظر بعد ما برفع الجزء الانفيريور بوستير سوبيريور بارت بتاع الجريتر ترو كانتر وبساوي مع الفيمر، يظهر لي البوستير بارت بتاع النيك. يبقى انا دلوقتي ظهر عندي دلوقتي انا واخد الانتيريور لمب بتاع البري اوسيوم مع مصل فلاب انتيريور والجريتر ترو كانتر وراها، واخد البوستيريور بوستر سوبيريور بارت بتاع جريتر تروكانتر مع روتيتورز اكسترنال روتيتورز بوستيريور، وظهر لي النيك اوف ذا فيمر كلها. دي هنا عندنا الهيب، وده المفروض ان هو الجزء من البيرد جزء البير بارت بتاع النيك اوف ذا فيمر، وديت السبلكسيت او ديسلوكيتد فيمورال هيب. ببتدي هنا طبعا باينسايز البريوستيا، ده المفروض ان ده عشان ده الجزء بقى اللي هو الورا الارتراك ده البريوستيوم الانتيريور بوستيريور بارت بتاع البريوستيوم بتاع الفيمور نيك. ببتدي اعمل بيلينج للهيد اوف ذا فيمر. بيلينج الهيد اوف ذا فيمر ده عن طريق حاجتين، طبعا في الحالات الكرونيك بيكون عندنا كلس، ابتدى يتكون كلس فلازم افكه بالتدريج. بدخل هومن بين النيك اوف ذا فيمر وبين الهيد وببتدي اعمل له جراديوال بيلينج. لو انا لقيت ان في كلس وغالبا الكلس بيبقى بوستيريور هنا لازم اوستيتومايز بوستيتوم، بس من غير ما افتح البوستيريور كنافلر فلاب دي اهم حاجه عندي، ديت اللي فيها الداخل مننا بلاد سبلاي بتاع الفيمورال هيد فلازم احافظ عليه فايتال. فلو انا بعمل بيلينج ولقيت فيه كلس ببتدي اوستيتومايز الكلس ده. وبعمل زي ما الدكتور محمود مهران كان بيقول ان في الحالات دي كلها بيبقى الريتينافلر فلاب ده تايت، بيبقى فيه تنشن جامد، فلازم اعمل اوستيتومي في النك. الاوستيتومي ده بيبقى عن طريق حاجتين، اول حاجه ان انا بشيل البير بارت اللي كان ظاهر عندنا في الصوره اللي قبليها اللي هو الجزء ده، بكحته بمعلقه كحت، فده بيبقى شكله اليبتيكال، بيديني مثلا حوالي تقريبا 4 5 مللي شوردنج في النيك اوف ذا فيمر. وتاني حاجه ببتدي اخش اشيل كل الفايزيال بليت اللي جوه الهيد بالشكل ده، بمسك الهيد معايا بالاذر هاند وبعمل بكيوريت، ببتدي اكيوريت الاذر، ببتدي اكيوريت الفايسز اللي موجود جوه الهيد بس من غير ما اقرب للريتيناكولار فلاب. ولو احنا شايفين في الصوره دي حاجه هنا، شايفين ده الجزء اللي المكان الاوستيتومي ده، ده مكان الكالس البوستيريور كالس اللي احنا شلناه. طيب لو انا برضو بعد ما شلت البير بارت بتاع الفيمورال نيك وعملت ريموفال للتشو الموجود جوه الفايسز، الفايسز الموجود جوه الفيمورال نيك ولسه في تنشن، بعمل انذر اوستيوتومي. بعد ما بعمل كيوريتنج للهيد اوف ذا فيمر ببتدي اسنتر الهيد اوف ذا فيمر على النيك واحط تمبوراري كي واير. الكي واير ده بيخش من الفوفيه، لازم الكي واير ده يبقى فولي تريدد حوالي 2 ل 3 سنتيمتر ويطلع من اللاترال كورتكس تحت الفيمورال اوستيوتومي بتاع الجريتر تروكانتر. بعد كده ببتدي اثبت ببتدي اعمل بقى الفول فيكسيشن بتاعي، بس اثبت الجريتر تروكانتر بتو كانسلس سكروز مع انذر، ممكن احط 1 او 2 وايرز من اللاترال بارت بتاع الفيمر لمور ستابلايزيشن للفيمورال هيد. بوست اوبرتيف كير البيشنت بيقعد بيبتدي بارشال ويت بيرنج من ثاني يوم على طول، فيزيوثيرابي من ثاني يوم، بحطه على باسيف رينج اوف موشن سي بي ام من ثاني يوم العمليه عشان امنع ان يحصل كونتراكشن، وما دونت الاو اني ويت بيرنج او ماسل سترينسنج اكسرسايز قبل ما يحصل فول هيلينج للجريتر تروكانتر. دي بعض الحالات اللي اتعملت للسليبج. زي ما احنا شايفين هنا الليفت سايد كان فيها سليب كابيتال، اتعمل لها سيرجيكال ديسلوكيشن والبوستيريو فلاب، وبعد كده اتثبتت بكي وايرز ومسمارين للكانسلس. الحالات دي نسبه الاي في ان فيها بالسيرجيكال ديسلوكيشن 0%. كل البيبرز اللي اتعملت على الاكستندد سوفت تيشو فلاب مع كومبايند مع السيرجيكال ديسلوكيشن 0% اي في ان. هنتكلم على الديفيشن التاني ده كنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، هنتكلم عليه بسرعه. اللي هو الفيمورال هيد انتر ارتيكل اوستيوتومي، ده بنعمله في الحالات بوست فيرسس ديزيز، الحاله اللي يحصل فيها فيمورال ديفورميتي كوكسا ماجنا، اي حاله بيبقى فيها اسفيريكال هيد، فابتدي اعمل لها حاجه اسمها فيمورال هيد انتر ارتيكل اوستيوتومي. بمعنى انا اقول باختصار كده الفيمورال هيد بخش برضه السيرجيكال هيد ديسلوكيشن
وبس يعني بعمل برضو extended soft tissue flap. وبعد كده ببتدي اعمل اول cut بتاعتي اللي احنا عملناها مع cervical hip اللي هي greater circumference. وتاني حاجه ببتدي اشيل الجزء اللي فيه الافاستر نيكروزس، مينلي بيبقى الجزء اللي عليه ويت فيلنج اللي هو بيبقى السنترال بارت بتاع الفيمورال هيد. باخد اول حاجه اللاترال بارت اللي فيه الداخل منه بلاد سبلاي بتاع الفيمورال هيد في وان كات، دي بتبقى حوالي 5 ل 6 ملم بالبيديكل بتاعها، وبشيل السنترال بارت اللي فيه نيكروزس، وبعد كده برجع اللاترال بارت تاني وبثبته بتوسكرو. طبعا نسبه الاي بي ان في التكنيك دي عاليه جدا، وعايزه ويل اكسبيرينس سيرجن ان هو يعمل الحالات دي. الحالات دي كان طبعا هو التكنيك ده كان اول واحد عمله كان جامد، وجي بعد كده درور فيلي عمل له شويه موديفيكيشن. دي حاله من ضمن الحالات، بيورينا هنا ان الجزء اللي فيه نيكروزس لوس الجزء ال بعد اللاترال بارت من الفيمورال هيب عمل له ريسكشن زي ما انتم شايفين هنا. الصوره اللي بعديها دي بتورينا الجزء اللي بيشيله، وبعد كده بيعمل ريدكشن ويثبته الكي وايرز بيثبته بمسمارين تاني. وابتدى دلوقتي الدرور بيني يزود كمان بروفلاكتيك سكرو في النك، لان حصل عنده حالات فراكشر نك فيمر كتير. ده بالنسبه للمين انديكيشنز بتاعت السيرجيكال هيد ديسلوكيشن في البيدياتريك.